وسهلا بحضراتكم، انا معاكم محمد مبروك من قناه نبذه ابداعيه. هنبدا مع بعض ان شاء الله كورس الاكسل. طبعا انا راجعت فيديوهات كتير قوي وشفت ناس شارحه الاكسل، طبعا انا راجعت بس عشان اشوف الثغرات اللي عند الناس دي او الحاجات اللي ممكن تكون عدت عليهم وتجنبها شرح الاكسل بتاعي ان شاء الله. طبعا لقيت فوجئت بناس شارحين الاكسل وبيتكلموا عنه باستفاضه، بس هي المشكله انه اوقات بيحط حاجه قبل حاجه فبتشتت المستخدم. يعني ممكن يتكلم حضرتك عن الدوال وهو لسه ما شرحش لحضرتك يعني ايه خليه. طبعا المفروض الحاجات دي بتيجي بالترتيب ورا بعضيها عشان يقدر المستخدم ويبدا يبقى كويس في الاستخدام نقطه بنقطه. طبعا ان شاء الله كورس الاكسل هيكون قوائم انجليزيه عشان تقدر حضرتك تواكب التعامل مع تحديثات البرنامج، طبعا تقدر تشتغل عليه في اي مؤسسه او جامعه او مدرسه. غير كده كل الاماكن اللي حضرتك هتروحها او اللي هتبدا تشتغل فيها، اذا كنت خريج او اذا كنت شغال في مؤسسه او هيئه او مكتب خاص او اي مكان، هتلاقي المجال اللي هم بيشتغلوا بيه القوائم الانجليزية. احنا هنبدأ مع حضراتكم برضو نشرح القوائم الانجليزية، وطبعا ده مش هينسينا الناس اللي هي بتفضل اللغة العربية في شغلها. برضو ان شاء الله هنعمل لكم كورس ان شاء الله قريب وهيبقى القوائم لغة عربية. ايه اللي انا عايزه من حضرتك نظير الكورس اللي انا بعمله ده؟ هتلاقيهم نقطتين بسيط جدا بس هيفرقوا معايا انا زي ما هيفرقوا مع حضرتك. اولا اشتراكك في القناة ده هيحقق اقصى استفادة ممكنة ليه، تمام، بحيث ان اي فيديو هينزل اذا كان في شرح لاي حاجه حضرتك هتستفيد منها. تاني حاجه، كل فيديو حضرتك تتفرج عليه ارجو من حضرتك انك تدوس لايك او اعجاب، علشان ده بيساعد في انتشار الفيديو بطريقه اكبر. يعني لما حضرتك بتدوس لايك للفيديو، خوارزميات اليوتيوب اساسا بتعرف ان الفيديو ده مهم، فبتبدا تقترحه للناس اكتر، فيبدا في ناس تاني يستفيدوا بالموضوع، فتبقى حضرتك ساهمت في نشر معلومه ينتفع بها غيرك. الحاجة اللي بعد كده حضرتك برضو لازم تفعل زر التنبيهات او اللي هو بنسميه زر الجرس، عشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصل حضرتك اشعار بيه وتقدر تستفيد بيه. دي نقطة. النقطة التانية بقى اساسي ان حضرتك لازم دي حط تحتها 100 خط، تركز معايا كويس جدا، لان كل معلومة اشرحها لحضرتك وحضرتك لقيتها مفيدة ليك هتوقف الفيديو، تعمل بوز للفيديو وتبدأ تكون فاتح الاكسل، تبدأ حضرتك تطبق ورايا عملي خطوة بخطوة، علشان لما حضرتك هتطبق عملي المعلومات دي هتترسخ داخل ذهنك. وكده في نهاية الكورس اوعدك، وده وعد مني، ان حضرتك هتكون فعلا من محترف الاكسل، تمام. الكورس بتاعنا انا قسمته لمجموعة نقاط، تمام. النقاط دي هنبدأ كل نقطة نشرحها على حدة، يعني منها نقطة مثلا هتبقى شرح القوائم وطريقة التعامل معها، وطبعا من أهمهم قائمة هوم. بعد كده هندخل على مرحلة تانية اللي هي مرحلة الكتابة والتنسيق داخل الخلية أو الجدول. بعد كده هنلاقي الخطوة اللي بعدها اللي هي الرسوم البيانية والتعامل معها. عدينا الليفل ده هنبدأ ندخل لليفل تاني اللي هو الدوال والمعادلات في الإكسل. خلصنا المرحلة دي هنبدأ ندخل في مرحلة تانية وهي الاختصارات في الإكسل. هنبدأ نشرح الطباعة داخل الإكسل ومشاكلها وإزاي نحاول نحلها مع بعض. النقطة التانية أو اللي بعد كده حماية الملف عن طريق عمل كلمة سر لصفحة معينة. دي كانت مقدمة الفيديو الأول، وأشوفكم على خير في الدروس القادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.